اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان ريل استيت، البرنامج اللي بيقدم جدعان السوق العقاري. قبل ما نبدا حلقتنا مع حضراتكم، احنا لسه راجعين من معرض سيتي سكيب. معرض سيتي سكيب اللي كان في فتره من 20 ل 23 سبتمبر. معرض سيتي سكيب على مدار 12 سنه اثبت ان هو المعرض الاكبر في مصر وفي افريقيا. انا بشبهه ان هو ملتقى عقاري حقيقي في مصر. شركات كتير بتروح المعرض، زملاء وموظفين بيتقابلوا مع بعض، تبادل ثقافات، تبادل خبرات، تبادل رؤى. كل شركه راحه بتقدم اجمل ما عندها. موظفين كلهم شغف، عندهم امل، لكل واحد عنده مهمه راح يحققها في معرض سيتي سكيب. معرض سيتي سكيب السنه دي كان على مساحه 35000 متر مربع، اكتر من 70 عارض، مئات المشروعات اللي بتتنافس. المعرض كان معمول على اربع قاعات وهو يعد الاكبر في مصر. الارقام المبدئيه بتقول ان اللي زار المعرض اكتر من 20000 زائر. المعرض كان ليه 2 رعاه اساسيين موجودين بيرعوا المعرض، شركه ميدار للتنميه والاستثمار اللي هي المستقبل سابقا، وشركه مصر ايطاليا للتطوير العقاري، وهما من كبريات شركات التطوير العقاري الموجوده في مصر حاليا، سواء شركه ميدار اللي هي تعتبر اكبر ماستر ديفلوبر موجود في مصر في الوقت الحالي، او شركه مصر ايطاليا العريقه اللي موجوده بمشروعاتها في كل مكان في مصر. المعرض السنه دي الكل بيشهد له ان هو حقق مبيعات ضخمه جدا. ليه انا بنوه عن معرض سيتي سكيب واهميته؟ لان معرض سيتي سكيب انا بشوفه ان هو سوبر ماركت من المشروعات. العميل بيخش يلاقي كل المشروعات العقاريه في جميع المناطق وباختلاف الاسعار وطرق السداد والعروض اللي بتتقدم في المعرض. العروض اللي بتتقدم في المعرض هي عروض قويه جدا بتقدمها شركات التطوير العقاري للعملاء اللي بيزوروا المعرض. وبنوعدكم بحلقه خاصه عن معرض سيتي سكيب. تعالوا نكمل فقراتنا النهارده في برنامجكم الجدعان ريل استيت. تشاهدون في حلقة اليوم. لو حابين نعرف النهاردة موقف العلاقة ما بين الدولة والمطورين خلال سنة 2023 وإيه اللي لسه في الطريق جاي؟ نتكلم عن بند مهم جدا، ان نسبة الاتمام اصبحت 80% بدل 95%. ده انا بشوفه احدى اهم الانجازات. ممكن تقول لنا ايه اهم المحاور اللي اتكلمتوا فيها؟ كنا بنتكلم بقى على التسعير. كان في مثلا طلب تاني وده كان صعب يتحقق بالنسبة للناس اللي واخدة اراضي من التنمية السياحية اللي متسعرة بالدولار، ان هي تتم محاسبتها بالمصري. السستينابيليتي هدف مهم جدا لكل التطوير العقاري. وصلنا في بعض المشاريع ل 40% توفير في استهلاك الطاقة، واخر مشروع وصلنا فيه ل 60%. نظر حضرتك ايه المعوقات الرئيسيه في تصدير العقار المصري؟ انا بقول ان الطلب على العقار المصري من الخارج كبير جدا. المصريين في الخارج بيشتروا بشراهه. سيادة الوزير، تقدر حضرتك تدلنا فكرة عن أهم النقط اللي تم طرحها؟ تم زي ما بيقولوا بلغة الطب تشريح الموضوع كله، وبنشوف إحنا في مصر إزاي نواكب الحركة الدولية المتزايدة في عملية شراء وحدات خارج الدول بتاعة المشتري نفسه. مفيش تصدير عقار من غير تسجيل عقار. إيه اللي مأخرنا في تسجيل العقارات؟ اللي مأخرنا الحقيقة تضارب التشريحات، فإحنا محتاجين نكون في جهة واحدة هي اللي بتتولى الولاية الوحيدة على أراضي الدولة كلها. تشاهدون الآن. لو حابين نعرف النهاردة موقف العلاقة ما بين الدولة والمطورين خلال سنة 2023 وإيه اللي لسه في الطريق جاي؟ بنتكلم عن بند مهم جدا، إن نسبة الإتمام أصبحت 80% بدل 95%. ده أنا بشوفه إحدى أهم الإنجازات. ممكن تقول لنا إيه أهم المحاور اللي اتكلمتوا فيها؟ كنا بنتكلم بقى على التسعير. كان في مثلا طلب تاني وده كان صعب يتحقق بالنسبة للناس اللي واخدة أراضي من التنمية السياحية اللي متسعرة بالدولار، إن هي تتم محاسبتها بالمصري. السستينابيليتي هدف مهم جدا لكل التطوير العقاري. وصلنا في بعض المشاريع ل 40% توفير في استهلاك الطاقة، وآخر مشروع وصلنا فيه ل 60%. Think commercial. ثينك كوميرشال عبارة عن مائدة مستديرة بيتقابل عليها خبراء القطاع، بيناقشوا ملفات كتير بتهم القطاع العقاري والقوانين اللي بتأثر في القطاع. كان على رأس الملفات اللي ناقشها المشاركين في جلسات النسخة السابعة من المائدة المستديرة ثينك كوميرشال ملف تحديات صناعة العقار في مصر وتأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على ارتفاع تكلفة الإنشاءات وزيادة أسعار بيع الوحدات، وكمان تأخر تنفيذ المشروعات واللي ساهم طبعا في صعوبة التزام المطورين بمواعيد التسليم. ومن هنا عرض المطورين وخبراء صناعة العقار مع ممثلي وزارة الإسكان مجموعة من التوصيات المهمة لدعم الصناعة ومواجهة آثار الأزمة. كان أهمها
ضرورة الاتجاه للاستثمار الفندقي باعتباره سوق جديد للمطورين يحظى بطلب كبير من المستثمر الأجنبي، وبيدعم القطاع السياحي ومنظومة تصدير العقار وبيوفر العملة الصعبة، وكمان بيساهم في زيادة عدد الغرف الفندقية في بلد طاقتها من الوحدات الفندقية لا تتعدى سوى 220 ألف غرفة. المشاركين في جلسات Think Commercial ناقشوا كمان قرارات الحكومة الأخيرة لدعم الصناعة ودورها في تخفيف الأعباء عن المطورين، كان أهمها قرار الحكومة بتخفيض سعر الفايدة على تمويل الأراضي 10% بدلا من فايدة البنك المركزي 22%، وإضافة المدد الزمنية 20% بحد أدنى سنة لكل المشروعات، وقرر تخفيض نسب إتمام المشروعات ل 80% بدلا من 95%، وكمان قرار إضافة 10% من المسطحات المتاحة على نسب المباني. تعالوا نعرف تفاصيل أكتر من المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان ورئيس غرفة التطوير العقاري، واللي بيشارك النهاردة في أحدث مائدة عقارية مع عدد من ممثلي الصناعة، منهم الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان، والمهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، والدكتور أيمن عبد الحميد العضو المنتدب ونائب رئيس شركة الأولى للتمويل العقاري. لو حابين نعرف النهاردة موقف العلاقة ما بين الدولة والمطورين ومدى الاستجابة لطلبات المطورين خلال سنة 2023 وإيه اللي لسه في الطريق جاي؟ يعني هو الحقيقة الأول الوصف يقول أنه هناك مشكلة خارجة عن إرادة المطورين، هو تغير سعر الصرف. تغير سعر الصرف نتج عنه في كلمات قليلة مضاعفة سعر التكلفة، فبالتالي أصبح في استحالة في التوازن المالي بين المطور العقاري ومشتري الوحدة في أنه يعرف يحقق الالتزام بتاعه كاملا دون نوع من أنواع الدعم أو المساعدة الحكومية. عملنا اجتماعات كغرفة تطوير عقاري مع السادة أعضائنا ومع الجمعية العمومية كلها عشان نسمع منهم أفكار وحلول في ظل موضوع بالتعريف الأصيل بتاعه خارج عن إرادتهم، خارج عن إرادتهم تماما. يعني أنا درست دراسة جيدة، اشتغلت بشكل قانوني، عملت كل الخطوات ما يجب أن أفعلها دون أي خطأ، إلا أن هذا التغير المفاجئ أثر علي بشكل سلبي كبير جدا. النتيجة كانت هو أنه كانت توجهات كثيرة، بعضها طيب هل يشترك مشتري الوحدة في هذه التكلفة من عدمه، والحقيقة الغرفة شافت أنه مشتري الوحدة لازم يفضل مؤمن ويفضل محقق لربحيته عشان يفضل سوق الأوف بلان سوق واعد وسوق يحقق أرباح وسوق يحقق اتزانات كبيرة. هل الدولة تقدر أنها تعمل توازن مالي؟ كانت الإجابة بس من خلال طرق أخرى. قدمنا 10 طلبات لدولة رئيس الوزراء وسيد وزير الإسكان، عملنا اجتماعات بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة والسادة المسؤولين لمدة يمكن شهر ونص، حققنا 80% الحمد لله من النتائج المطلوبة، أهمها أنه الفايدة على الأراضي في عام 23 و24 تكون 10% بدل 22% اللي كانت موجودة طبقا ل 2% فوق الكريدور، وده رقم كبير جدا بيخفض حوالي 60% من فايدة الأراضي في هذا الوقت المهم. الجزء الثاني وده برضو نقطة حساسة جدا، هي إضافة المدد الزمنية 20% حد أدنى سنة لكل المشروعات، لأن المدة الزمنية بتساوي شراء مدة، يعني بتساوي فلوس، يعني بتساوي عبء جديد مالي، وبالتالي احنا حققنا توازن جديد من خلال إضافة 20%. اللي عنده 10 سنين بياخد سنتين، اللي عنده 5 بياخد سنة، اللي عنده 3 بياخد سنة، لكن بدون تكلفة إضافية، بدون ولا مليم. أضفنا كمان بند مهم جدا، 10% إضافة على كل المسطحات المتاحة. حضرتك لو عندك بيلت أب إريا مقدارها 100,000 متر بيسمح لك تاخد 10,000 متر زيادة بدون أي تكلفة إضافية ولا أي رسوم، تحطها على الدور الأخير، تحطها في الدور البيزمنت، تحطها في أماكن جديدة، طالما متفقة مع قواعد الارتداد وقانون البناء العام مسموح بيها، وكان الأول بيدفع عليها فلوس كبيرة جدا جدا، أصبحت مجانية في إطار هذه المبادرة. إحنا النهاردة بنطالب أن يكون في تخفيض للتخديم من خارج النشاط التجاري والإداري، مش بنقول نلغيه خالص، لكن يكون في تخفيض 50% مثلا عشان يخلي المستثمرين وصحاب الراغبي الشراء يلاقوا أن القيمة أصبحت قيمة مقبولة فيحصل تسويق أكتر لدى المطورين. بنتكلم عن أن بند مهم جدا، أن نسبة الإتمام أصبحت 80% بدل 95%، ده أنا بشوفه إحدى أهم الإنجازات، لأن 80% بتخلي المطور عنده 20% يقدر يجمع فيها خسارته، يقدر يستعيد فيها مكسبه، يقدر يسيبها أرض الفترة، ما يكونش مضطر أنه يستعجل خالص. ده بتزود لك الديفيسيت المالي، بتزود لك الضغط المالي، بتزود لك الالتزام، فإحنا شيرنا هذا العبء من 95 إلى 80، ودي الحقيقة كانت إحدى أهم النقاط الناجحة
في هذه المبادرة. أنا بشوف أن الحكومة كانت حكومة رشيدة جدا وعاقلة جدا متفهمة جدا ومتجاوبة جدا. يعني لازم أقول كلمة حق أن لما تقدم 10 طلبات الحكومة توافق على 8 منها وبتدرس الاثنين ما رفضتهمش، يبقى لازم أقدم كلمة شكر لدولة رئيس الوزراء، لوزير الإسكان، للسادة المعنيين، لأن هم فعلا حطوا نفسهم في موقع المسؤولية الصحيحة في أنه لازم القطاع ده يستمر. القطاع ده بيشغل 5 مليون عامل، القطاع ده بيجيب أكتر من 20% من التقاوم المحلي، القطاع ده بيجر أكتر من 100 صناعة، القطاع ده هو العماد الرئيسي في التحريك في هذه الفترة. فكان من الأهمية بمكان أن يكون هناك حلول حقيقية. أنا بشوف أن احنا قطعنا مشوار كبير وأن المطورين راضيين بنسبة كبيرة عما تم، وأن الطلبات الباقية إن شاء الله هتحدث في فترات قليلة، لا أتوقع أنها تزيد عن 2-3 شهر إن شاء الله. من المطالب المهمة اللي قدمها المطورين كمان خلال جلسات Think Commercial الموافقة على محاسبة الحاصلين على أراضي هيئة التنمية السياحية بالجنيه المصري بدلا من الدولار. كمان قدموا مجموعة من المقترحات لمواجهة زيادة سعر الصرف والاستفادة من نسب الإقبال الكبير على مشروعات الساحل الشمالي في منظومة تصدير العقار، واللي هنعرف تفاصيلها أكتر من السيد أحمد منصور الرئيس التنفيذي لشركة كريد. أستاذ أحمد، حضرتك النهاردة كنت المودريتر للجلسة الأولى، ممكن تقول لنا إيه أهم المحاور اللي اتكلمتوا فيها؟ إحنا النهاردة كنا اتكلمنا، أول حاجة كان معنا ممثل الدكتور وليد اللي هو الممثل للحكومة أو وزارة الإسكان، فكنا الأول بنتكلم عن في ظل الأزمة اللي حصلت مؤخرا نتيجة زيادة سعر الصرف بالدولار ونتيجتها زيادة التكلفة علينا، ايه الاجراءات اللي الحكومه خدتها والتسهيلات اللي ادتها للمطورين عشان تقدر تساعدهم بالموضوع ده، واذا كان في حاجه بيتم مناقشتها دلوقتي ولا لا. وبعد كده تم التعقيب من رئيس الغرفه على نفس الموضوع ده، كان المحور الاساسي. بعد كده كنا بنتكلم بقى على التسعير، احنا دلوقتي في الوضع الحالي احنا كمطورين هنقدر نسعر الوحدات بتاعتنا ازاي، وهل السوق هيستوعب الزيادات العنيفه اللي حصلت ولا لا. وفي الاخر لقينا ان احنا لا، ده بالعكس، ده مؤخرا مع الزيادات اللي حصلت زياده عنيفه في المبيعات يمكن اكتر من 80% عن السنه اللي فاتت. وفي نفس الوقت احنا كطالبين مطالبات اخرى سواء كغرفه او كمجلس عقار، ان احنا منها مثلا زي موضوع التقديم بالخارج الوسير النهارده، يمكن الوزاره ما عندهاش اعتراض على المبادئ، كان في مثلا طلب تاني وده كان صعب يتحقق بالنسبه للناس اللي واخده اراضي من التنميه السياحيه اللي متسعره بالدولار، ان هي يتم محاسبتها بالمصري. كان في لو نتكلم كقطاع عقاري بشكل عام، الناس اللي واخده اراضي اللي هي العاملين بالخارج بالدولار، كان في طلب ان يتم تعديل الاسعار عشان الاسعار بقت بتاعه الدولار عاليه. كل دي كانت حاجات مطروحه من الدوله وما زالت بيتم مناقشتها. يمكن في حاجات هم شايفين ان هي عشان المنافسه، زي موضوع التخديم الخارج بتاع التجاري، ان انا لو فتحوا لي تخديم ببلاش الراجل الثاني الجاري اللي قصادي دافع اوريدي فلوس او ده شاري اوريدي المتر سعره غالي عشان خاطر يوصل للميزه دي. فهو كان الهدف مش ان الدوله مش قادره مش عايزه تقدم تنازل، بالعكس هي عايزه تقدم تنازل، عايزه تساعد، بس هو عايز يبقى في مساواه عشان ما يبقاش في حد اتظلم يعني. ودي حاجه فير. ويمكن انا النهارده حتى وجهت الشكر للدكتور وليد لان هم فعلا سامعين المطالب، المطالب ما اتنفذتش. احنا اخر 4 شهور كان في اجتماعين مع معالي رئيس الوزراء، كان في 3 اجتماعات مع السيد وزير الاسكان، وطبعا بقى النواب والمعاونين كتير جدا، اجتماعات كتيره جدا، وكل مره كنا بنطلع كان بيطلع قرار، كل مره كنا بنطلع قرار. يعني القرارات اللي احنا اتكلمنا فيها دي تقريبا 7 أو 8 قرارات طلعوا على مدار 3 أو 4 شهور اللي فاتوا في حوالي بعد 6 اجتماعات يعني. يعني كان مش مجرد مناقشات وخلاص من غير ما يبقى فيه تحرك. المعتاد ان انت عارف اللي هنيجي هنسمع انتوا عايزين ايه، خدوا جزء منه وشكرا. لا، كان بنسمع احنا عايزين ايه نعمله. يعني موضوع النسبه دي، نسبه التسليمات ان هي مثلا بدل ما 95% نزلت ل 90 85 80، ده مره ده على 3-4 قرارات في خلال 4 شهور. احنا كنا احنا كل فتره بنقول لا النسبه غير كافيه عايزين نقللها، النسبه غير كافيه، لان ده بيساعد المطور ان هو يسلم المشروع اللي معاه، في بعض الغرامات المتاخر بتتشال من عليه فبيدي تسهيل شويه للمطور. ايه النقط التانية اللي اتناقشتوا فيها؟ كنا بنتناقش بقى في موضوع التسعير. يعني انا عندي كان يعني الفتره اللي فاتت طبعا نتيجه التغيرات السريعه جدا، فبقى عندنا مشكله كمطورين. انا دلوقتي الوحده اللي انا ببيعها النهارده سعرها يعني ضعف اللي كان من سنه اللي فاتت او لا، وهبنيها بكام؟ هو ده سؤال تاني. يعني انا دلوقتي سعرت، انا اللي هبنيه ده هبنيه بكام؟ هل هيحصل استقرار في العمله او هيتغير؟ هل هيزيد؟ هل هيقل؟ احنا فعلا ما عندناش، ما فيش اجابه واضحه. صعب جدا ان حد يحط دراسه جدوى بكل المتغيرات الداخليه، متغيرات عالميه، وعلى المتغيرات العالميه دي مرتبطه بالفدرالي الامريكي ومرتبطه بحرب شغاله، والحرب دي لو خلصت بكره هل الموضوع ده ياثر بالايجاب ولا بالسلب؟
الله أعلم. بقالنا حوالي 3 أو 4 شهور الوضع أكثر استقرارا، حتى بعض الموردين يمكن سعروا على أقصى رقم ممكن يوصل له الدولار، يعني مثلا هو 45 جنيه حتى هم بيتخيلوا كده. ده بالنسبة لنا ماشي تكلفة زيادة، بس لو استقر خلاص عشان أنا أبقى قادر أسعر على أساسه. فمؤخرا لا يعني بقى في تحسن شوية في موضوع فكرة إن احنا نقدر نسعر على أنه سعر. دي كانت النقطة الثانية في النهاردة. وهل الأسعار اللي زادت بشكل كبير أثرت على حجم المبيعات؟ هي المبيعات زادت، لو حسبت المبيعات زادت لسببين. السبب الاولاني ان الناس حست ان لا ده لسه هتزيد اكتر، فانا يا دوب الحق اشتري عشان هلحق اشتري النهارده مش هقدر الحق اشتري قدام، فحطوا جزء كبير من مدخراتهم في السوق وبالذات في الريسيل، وده حركنا اكتر في البرايمري. يعني لما الريسيل بيتحرك انا راجل مستثمر عندي 4-5 وحدات شاريهم قبل كده، بعت 3 منهم ريسيل هخش اشتري 10 في البرايمري. البرايمري تقريبا عدد الوحدات اللي اتباعت النص الاولاني من السنه هو نفسه او ازيد حاجه بسيطه قوي من السنه اللي فاتت، بس القيمه بتاعته عشان زادت، عشان كده تلاقي المبيعات زادت بنسبه 80-85%. برضو موضوع تصدير العقار كان من المواضيع المهمه اللي تمت مناقشتها. ايه الحل في تصدير العقار؟ يعني اصل هقول لك حاجه، الموضوع ده تحس ان احنا شايفين الحل قدامنا ومش عارفين نوصل، بس بنتكلم حواليه وما بننفذش حواليه. الموضوع زي ما انا قلت، احنا الساحل، احنا كنا بنتكلم عن الساحل الشمالي قبل ما نبتدي. الساحل الشمالي ده كان موسم ناجح جدا جدا للساحل الشمالي سياحيا، اجانب عرب من دول الخليج، عرب من دول شمال افريقيا، من لبنان، من الاردن، بكثافه كبيره جدا السنه دي في الساحل. فالناس جت وشافت بقى زي ما انت قلت مدينه العلمين الجديده بتمثل كانها دبي، الشواطئ العاديه اللي هي بتاعه الساحل الشمالي، الاماكن الخروج، اماكن السهر، اماكن الفطار، كل حاجة. طفرة كبيرة حصلت السنة دي حقيقة. هل احنا استغلنا الموضوع ده بالشكل الامثل ولا كانت جهود فردية؟ كانت جهود فردية. ان المفروض ان انا الناس دي تقعد من هنا لشهر قدام معانا احنا مطورين الداتا بتاعتها. المطورين دول بيبعتوا لهم كل يوم يا جماعة تعالوا اشتروا في مصر، تعالوا اشتروا في مصر، تعالوا اشتروا في مصر، وهم لسه جايين مبسوطين ومضين تجربة حلوة في مصر هيجوا يشتروا. طبعا حصلت مبيعات واثر الموضوع ده على المبيعات، وحتى على مستثمرين كبار جم بداوا يشتغلوا في الساحل الشمالي. بس انا شايف ان احنا لا كنا ممكن نضرب رقم ده في 4 و5. فبالتالي الموضوع ده محتاج تعاون ما بين كل الجهات. وزاره الاسكان مش هتنفع لوحدها، المطور لوحده مش هينفع. انا محتاج ان انا اخد الداتا، الداتا دي بتبقى موجوده مع وزاره الداخليه، مع وزاره السياحه. يعني الكلام لازم يبقى كله انتجريتد. وزارة الطيران المدني نفس الكلام، يعني لازم يبقى في تعاون ان احنا ممكن هو الناس وهي جاية بالطيارة احنا بنأهبهم ان انت ممكن تشتري، وهو ماشي احنا بنعرض عليه الفرصة. هي دي الفكرة، ان احنا يحصل تكامل بيننا وبين بعض. عشان كده اعتقد ده كله لازم يتم تحت مظلة مجلس الوزراء. لكن خلونا نتفق، مفيش دلوقتي حدث عقاري ما بيهتمش بملف العمارة الخضراء، لأنه باختصار استثمار جديد بيحقق عائد ضخم. والنسخة السابعة Think Commercial ناقشت النهاردة آخر تطورات ملف الاستدامة والعمارة الخضراء في مصر. وخلال الجلسات قدرنا نعرف من المهندس هشام هلال مؤسس شركة كريتيريا ديزاين جروب للاستشارات الهندسية والمعمارية، هل عندنا مشروعات في مصر مؤهلة للحصول على شهادة الليد العالمية في المباني المستدامة ولا لا؟ السستينابيليتي هدف مهم جدا لكل التطوير العقاري، لكن النهارده كان قصاد الوفر اللي بيحققه السستينابيليتي في الديزاين مشكله، هي ان الانيشال كوست او التكلفه المبدئيه بتكون عاليه. انتوا حليتوا المعادله دي، قول لنا بقى السر. طيب هو السستينابيليتي او اتجاه ناحيه السستينابيليتي هو مش ترند او اتجاه عالمي او اتجاه معماري ممكن ناس تمشي فيه وناس ما تمشيش. ده عشان حياتنا بكره، ده عشان حياتنا بكره بقى ضروره. العالم فاق على احتباس حراري، العالم فاق على مشاكل مناخيه، كورونا جت كشفت الموضوع، نضوب للموارد. فبقت التوجه ناحيه، او مش التوجه ده، الرجوع ناحيه العماره المتوافقه مع بيئتها، العماره الخضراء والاستدامه اللي هي تاريخ العماره كله، يعني تاريخ الحضارات الناجحه. يعني احنا ده مش اتجاه جديد طلع عشان يحل مشكله، ده احنا بنرجع للحاجه الاصل ان هي العماره متوافقه مع البيئه، مش مختزله في قيمها الفنيه او المعماريه. تحقيق العماره اللي بتحقق الاستدامه او العماره الخضراء على المستوى المعماري، يعني هو في كذا محور في المبنى عشان نوصل لعمارة خضراء أو عمارة سستينابل. وهي فرق العمارة الخضراء عن السستينابيليتي، السستينابيليتي بتتكلم هي أشمل شوية من العمارة الخضراء، العمارة الخضراء أو البيئية اللي هي بتشمل البيئة. العمارة السستينابيليتي بتتكلم أو السستينابل بتتكلم في محور اجتماعي، محور اقتصادي، محور بيئي، فهي أشمل شوية. طب عشان أحقق ده في المبنى وأقول إن المبنى ده سستينابل، ممكن أوصل لها بزيادة شوية تكنولوجي،
ان انا اعتماد على الطاقة الشمسية، اعادة تدوير المية، شوية الحساسات اللي هي تقلل استهلاك المية، كل دي حاجات برضو بتخليني كمستثمر ازود شوية equipment احطها في المبنى عشان في الاخر يوفر للمستخدم. طب ما انا المستخدم هو المستفيد، طب انا مين هيعوضني ده؟ طب لو انا عليت السعر على المستخدم عشان انا هبيع له الحاجات دي، ممكن تعطل لي المبيعات. هتعطل لي المبيعات لان هو المستخدم انت هتقول له هعلي لك، هو اصلا امكانياته الماديه على القد. طب في شق معماري، هل الحل المعماري نفسه كحل؟ يعني الناس كلها رايحه في السستينابيليتي او المبنى السستينابل على الحلول التكنولوجيه اللي هتضاف للمبنى، طب هل الحل المعماري ليه مواصفات؟ لا، احنا شغالين على الحل اللي موجود، تمام؟ لان الحلول المعماريه اللي كان بتحقق مواصفات تقليل استهلاك الطاقه كلها من التاريخ، يعني البيت السحيمي، زينب خاتون، حسن فتحي، مظبوط، كلها دي ما تنفعش دلوقتي. ما ينفعش اعمل حيطه 50 سنتي او حجر 50 سنتي، ما ينفعش اعمل مشربيه دلوقتي، ما ينفعش، يعني لا التقنيه ولا استخدم المواد الطينيه مثلا بتقلل الهيت ترانسفير او انتقال الحراره، كل ده بقى مكلف على المستوى المعماري. حلتوها ازاي؟ من خلال التصميم. طيب هي محتاجه ابداع، يعني هو خلاص احنا وصلنا لموضوع ان هو الطرق القديمة المعمارية عشان احقق ده مش هتنفع، هتبقى مكلفة، والتكنولوجيا بتكلف العميل، فبالتالي مش هنعمل عمارة غير العمارة السوقية العادية. طب ازاي نعمل ده؟ عايزة ابداع. حليناها ازاي؟ ان احنا تكسير دماغ واناليسز وريسيرشز، ازاي ان احنا نستفيد بالموارد اللي ربنا ادهلنا ببلاش. يعني ربنا ادانا هواء وشمس ورؤية ومطلات ببلاش، تمام؟ ازاي ان احنا بنوصل المبنى ان هو متفاعل مع الموارد دي على 3 ليفل، او الليفل التوافق معها، يعني توجيه المبنى ببلاش، توجيه المبنى وتوجيه الفراغات، لما يبقى عندي واجهة بحري غير الواجهة القبلي غير الواجهة الشرقي، فأحجام الفتحات في توجيه الفراغات نفسه، كمان وضعية المبنى في الأرض وعلاقته كمان بالمطلات مع 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 واتجاه الشمس واتجاه الهواء، اتجاه الشمس مع اتجاه الهواء، بيوفر لنا كتير جدا، بس محتاج المعماري يتعب شوية. مش بس بقى كده، ده التوافق، ازاي نتداخل بقى ان احنا ندخل ممرات هواء جوه الحلول نفسها، فبتديني هواء ومطلات وتقليل الاحتكاك ما بين الفراغات وبعضها، فوصلنا لأداء حراري، تمام؟ لو الهواء مش متحرك بره المبنى، بفعل الممرات دي الهواء متحرك جوه، بتقدر تخلق الفلو ده او الفلو ده بقى. الفلو ده بينقل لي الهواء من الجهات البحري للقبلي في المنشأ، فما بقاش عندي فراغات اللي غصب عني كده كده توجيهها عشان الحل بتاعي مش هينفع احط كل الفراغات على البحري، فبقى كل المبنى مستفيد بالبحري. ده قلل لي في التكلفة ازاي؟ ان كل شغل الام اي بي، التكييف والتهوية والإنارة الصناعية اللي كانت هتبقى في الفراغات دي كلها اتلغى. قلل لي اكويبمنت التكييف كانيشال كوست ل 30%، الوحدات المقفولة اللي كده كده هكيفها لو هي فراغ اداري، اوكي، الكاباسيتي او قدرة الاجهزة قلت بنسبة 30%، ما بقتش محتاج لنظام اطفاء حريق رشاشات بقى بوكسز، ده قلل لي مثلا 15% تكلفة. ووصلنا الإجمالي بقى من تكلفة المنشأ، وصلنا ل 20-25% من تكلفة تخفيد. المنشأ تخفيض في الانيشيال كوست. انت كده ما قللتش 20-25%، انت كده قللت 40-50%، لانك انت المبنى السستينبل كان بيكلف حوالي 20-25% زيادة، انت شلت الزيادة وفوقيهم كمان وفر 20-25%. في حاجة بقى تانية، ان كمان المنتج اللي بقى عندي بقى يتباع اغلى، او ينفع يتباع اغلى، او ينفع يتصدر، قيمة التنافسية بتاع الوحدات. وصلنا بقى لحاجات تاني، ان الافشنسي او السيلبل اريا او الكفاءة بتاعت استخدام الارض، لو احنا كده كده كان في 25% هيروحوا للطرقات والسلالم والخدمات، او 20% او 15% اللي هي مقبولة من اي مطور، معروف ان احنا عندنا طرقات وسلالم وخدمات والحاجات دي، احنا دلوقتي بقينا نوصلها ل 10%، وفي مشاريع وصلناها ل 4%. كل ده الوفر اللي تم في التكلفة المبدئية. طب والوفر اللي بيتم في الاوبريشن او في التشغيل بتبقى ده بقى احنا بنقيسه اكاديميا، يعني احنا بدراستنا المعمارية نعرف نقول ان ده وفر فعلا، لكن احنا بندرسه ببرامج سيميوليشن، وصلنا فعلا بالبرامج دي بتقول لنا احنا وصلنا لدرجة حرارة كام ووفرنا كام في الكهرباء، وصلنا في بعض المشاريع ل 40% توفير في استهلاك الطاقة، واخر مشروع وصلنا فيه ل 60%، يعني لشاري واحدة بدل ما فاتورته تبقى 1000 جنيه هيدفع 400 جنيه.
ده بيستفيد بها الاند يوزر وبيستفيد بها المطور. لو هو هيعمل منشأ تجاري هيفضل يأجره مش هيبيعه، هو اللي بيدور المبنى، او هوسبيتاليتي سواء فندقي او حتى لو مستشفى. فوصلنا لتوفير في الاستهلاك، وصلنا لتوفير في الانبعاثات الكربونية، وصلنا ل 45% عن المعدل المسموح به. هل أخدتوا شهادات عالمية في الديزاينز اللي انتم نفذتوها؟ احنا الحمد لله يعني معظم او كل يعني المباني بتاعتنا هي اوريدي جاهزة ان هي تاخد اي ريتنج سيستم، تاخد فيه درجات عالية. وبالفعل احنا في تجربتين اتعرضوا في كوب 27، وفي ثلاث مباني اتقبلوا في مؤتمر عن الاستدامة والنانو تكنولوجي باشتراك مصري روسي، ده في شرم الشيخ شهر 4، اتقبلت ثلاث مباني كأبحاث علمية لنماذج ناجحة حققت ده. وفي مجلة علمية أمريكية نشرت الثلاث مباني على أنهم نماذج ناجحة لتطبيق الاستدامة. تشاهدون بعد قليل. من وجهة نظر حضرتك ايه المعوقات الرئيسية في تصدير العقار المصري؟ انا بقول ان الطلب على العقار المصري من الخارج كبير جدا، المصريين في الخارج بيشتروا بشراهة. تشاهدون الان. من وجهة نظر حضرتك ايه المعوقات الرئيسية في تصدير العقار المصري؟ انا بقول ان الطلب على العقار المصري من الخارج كبير جدا، المصريين في الخارج بيشتروا بشراهة. كمان واحنا بنشارك النهارده في جلسات ثينك كوميرشال قابلنا المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركه مدينه مصر. واكيد حضراتكم فاكرين الضجه الكبيره اللي حصلت بسبب تغيير اسم الشركه من مدينه نصر لمدينه مصر. هنعرف دلوقتي الكواليس والاسباب، كمان هنعرف تفاصيل منصه طوبه اللي اطلقتها شركه مدينه مصر، ودي تجربه هيكون ليها تغيير كبير في شكل اقتناء العقار في مصر وضبط العلاقه بين المطور والعميل. شركه مدينه مصر اللي كانت شركه مدينة مصر تحت قيادة باشمهندس عبد الله سلام شكل تاني، انطلاقة كبيرة شفناها في السوق العقاري السنة دي لشركة مدينة مصر. هنعرف من حضرتك أسرار الانطلاقة الكبيرة اللي تمت السنة دي، لكن حابين الأول نتكلم عن مؤتمر النهاردة واللي حضرتك شاركت في الجلسة الأولى منه، حابين نعرف من حضرتك تفاصيل أكتر عن الجلسة دي. بص، كانت جلسة ثرية جدا للحضور الحقيقة، قامات في الصناعة سواء مطورين أو ممثلين عن القطاع المصرفي والتمويلي، كونسلتنس واستشاريين موجودين معانا على ترابيزة واحدة. أنا دايما بقوله وعقبت في آخر الجلسة، احنا سوق تاني يمكن بعض اثير بعض المشاكل، وكان في ممثل عن الدوله ودكتور وليد عباس طبعا مشكورا دايما بيحضر المؤتمرات ديت، فبدات الناس تنهال عليه بالاسئله والطلبات، فبعض الحضور ظن ان دي شكوى. انا بقول لهم ده تاني من كتر ما السوق ده واعد، ومن كتر ما السوق دوت مسؤول مسؤوليه كبيره جدا عن جزء كبير جدا من نمو الاقتصاد المصري. اهم حاجه في القصه دي كلها ان احنا قاعدين على ترابيزه واحده متفقين ان احنا عايزين الصالح العام، عايزين نحل، عايزين ناخد الصناعه كلها لقدام، ودي الفايده الحقيقيه، يعني سواء النتوركينج او المواضيع اللي بتطرح او وجهات النظر المختلفه اللي بتسمعها. من وجهه نظر حضرتك ايه المعوقات الرئيسيه في تصدير العقار المصري؟ انا بقول ان الطلب على العقار المصري من الخارج كبير جدا، ولكن هو انا حتى يمكن ما بحبش قوي كلمه تصدير العقار، التصدير اكتر بيبقى كلمه لايقه اكتر على المنتج اللي انت بتصدره فعلا، بتخرجه بره البلد، بتصنعه في البلد وبتخرجه بره، ولكن كلمه مقبوله طبعا ومفهوم المغزى من وراها. انك فانا يمكن اتقالت برضو في الجلسه، هو استثمار خارجي في الاخر، هو حد خارج مصر وحابب يستثمر في مصر. حضرتك تقصد بحد خارج مصر يشمل المصريين بالخارج؟ بص، دي كانت من النقط اللي هعقب لك عليها، المصريين في الخارج بيشتروا بشراهة، يعني جزء، بس احنا مش كل المطورين. هل ده يعتبر تصدير عقار؟ انا شايف ان هو يعتبر تصدير عقار، ومش كل المطورين بيعرفوا يحصروا بالظبط هو قد ايه من مبيعاته مصريين في الخارج، ان في منهم كتير جدا هم اصلا مقيمين في مصر وعندهم حسابات في البنوك في مصر وليهم لازال اهاليهم هنا في مصر، فبيشتري وكانه مصري، بس هو في حقيقه الامر عايش ومقيم بره، فيعتبر تصدير عقار مما لا شك فيه يعني. بس رجوع للتصدير الحقيقي بقى ان صح التعبير، يعني انت عايز تجيب اجانب كتير يشتروا، زي ما انت بتقول بقى لما بتقارن بالدول المحيطه والاسواق اللي عرفت تنجح في القصة دي، هو في الآخر التعامل مع مستثمر، فالمستثمر ده ليه طريقة تفكير، وتاني ده مش اختراع، ده علم بره. المستثمر بيحركه حاجتين، زي ما السوق بيحركه العرض والطلب، المستثمر بيحركه الخوف والطمع، فير اند جريد.
فالطمع في السوق المصري موجود، كل عوامل الطمع موجودة، سوق كبير بينمو بنسب كبيرة جدا، المنتج مميز جدا، مطورين في مصر ما شاء الله دلوقتي كمستوى منتج والحاجات دي كلها وصلوا مستويات عالمية، فالمنتج مميز، النمو كبير، السوق كبير، فعوامل الطمع موجودة، ناقص الفير بقى. لو ما وفرتش عوامل الأمان للمستثمر، بص لما يكون العائد شكله عامل ازاي، مش هيجازف، هو كده بيقول لك راس المال جبان والقصه دي كلها، لو مش متوفر عوامل الامان. طب ايه عوامل الامان تاني؟ هتلاقي بقى حاجات كتير جدا، التسجيل نمره واحد، التسجيل العقاري طبعا، التسجيل، سهوله دخول وخروج الاموال، الاستقرار قيمه الجنيه وسعر الصرف، الانترست ريت بتاع البنوك، الحاجات دي كلها اللي هي بتتحمل عنده بعد كده في السعر. ففي عوامل كتير جدا لو توفرت، المبشر فيها ان هي كلها معظمها قرارات. العائد على الاستثمار في العقار بيجي من ناحيتين، يا اما العائد الدوري، فانت اجرت وبيبدا يجي لك عائد دوري، ده ليه يلزو ليه حسابات تانية، وبره الحاجات دي مدرسه ومعروفه والارقام ايه اللي اتراكتيف بروجكشنز ما بتعلاش ولا بتوطى عن وفي مصر مغريه جدا تاني. لو رجعنا لموضوع الجريدة والطمع، ففي مصر الارقام مغريه جدا بالنسبه لبره. انت بره لو اجرت عقار وجاب عقار وجاب لك 5 6% تبقى بترقص مش مصدق نفسك. مظبوط. فهنا انت بتجيب بتسمع ال10 وال11 وال12 وال20 لو مشتري بقى اوف بلان والقصه دي كلها. ده انا بقول لك ال10 11 دي انت لو مشتري كاش حاجه مؤجره النهارده، لو بتشتري كمان اوف بلان لا انت ممكن فعلا زي توصل لعائد ويلدز ضخمه جدا. فاحنا وكاننا بنفقد دي بالعقار المعطل ده، النص تشطيب خلاص بقى المستثمر، انت كده عارف فقدت نص السوق، لان في منهم بيدور على اليلد، في منهم بيدور على الاسيت ابريشيشن ان هو يسيبه ويغلى ويبيعه بعد شويه. فلو افترضنا ان احنا حلينا جزء الخوف او الفير بالحاجات اللي قلناها ويزيد عليها بعض الحاجات الاخرى، يبقى عندك بقى حته تكنيكال في المنتج نفسه ان هو عقار معطل. انا رايي ان احنا لو دي اتحلت برده هتدخل لك شريحه جديده جدا من المستثمرين الأجانب اللي عايزين يستثمروا في العقار، اللي لازال زي ما انت وصفته مغري جدا 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 مقارنة بأسواق محيطة. زي ما قلنا ما ينفعش النهاردة نكون قاعدين مع باشمهندس عبد الله سلام والتطور الكبير اللي حصل في شركة مدينة نصر اللي كانت شركة مدينة نصر من غير ما نعرف سر التطور اللي حصل ده. فعلا 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 اللي حصل على مدار أقل من سنتين، يعني الإدارة الحالية اللي موجودة لم تكتمل حتى عامين من الإدارة، وده اللي احنا مش مصدقين نفسنا كنتائج. الحمد لله بنسجد شكر عليه ان ربنا كرمنا كرم كبير جدا، وشوفنا المجهود اللي اتبذل في اقل من سنتين او نعتبرهم سنتين اللي فاتوا دولت. تاني هو فعلا تيم ورك، والله الشركة كلها، انا دايما يعني بيجي لي التعليق ده من ضيوف كتير بيجوا لنا في الشركة عندنا، احنا الشركة تخش تحس انك داخل ستارت اب، شباب لسه خريجي جامعة متخرجين وعندهم فكرة جديدة وداخلين ينفذوها، الحماس والطاقة، والناس اللي ما بتروحش بيوتها بغض النظر ده صحي ولا لا، يعني الناس اللي ما بتروحش بيوتها ومفيش اجازات تتاخد وشغالين على مدار الساعة مادام بيعملوه بحب يبقى صحيح. الحمد لله، اعتقد ان ده جزء كبير جدا من النجاح اللي حصل يسبقه، هي دي كلمة السر. وتاني والله ما كلام نظري، ان اعتقد ان من فترة طويلة جدا الشركة لم تتفق على رؤية واضحة. يعني ده اول عرض لما دخلت الشركة لاحظته، والحمد لله اشتغلت جامد جدا على ازاي نعالجه، ان انا لقيت ان ناس كتير تاني محترمة وشطرة وقديمة وعندها وكفاءات وخبرة كبيرة جدا، بس مش عارفين احنا رايحين فين بكرة. فكنت تسأل السؤال ده في الشركة تلاقي ناس كل واحد يا اما اجابات متخبطة او متباينة او مش عارف اصلا يا جماعة احنا رايحين فين، هو احنا طب احنا بنستهدف نروح مناطق تانية، طب هناخد اراضي فين، طب حجم، طب البادجت بتاعت السنة الجاية ايه، طب الحاجات دي كلها كان في قصر نظر شوية في الرؤية وعدم اتحاد على الرؤية. يعني انا دايما بقول لو دي الحاجة لو هنقول حاجة واحدة عملناها كانت سبب رئيسي بعد توفيق ربنا، هو ان احنا وحدنا الشركة على رؤية واضحة وصريحة، بعت لهم الحلم. كمان عايزين من حضرتك تفسير اللغز، في اوفر كبير جدا معمول النهاردة باسم طوبة، نظام جديد أول مرة يتنفذ في السوق العقاري المصري، حابين نعرف تفاصيله من حضرتك. أنا مؤمن إيمان شديد جدا بأن الابتكار هو الملاذ الوحيد للنمو المستدام لأي شركة، وفي الظروف الاقتصادية اللي احنا فيها دي دايما بقولها ولسه قايلها في الجلسة جوه، لازم على طول نبتكر. والابتكار مش زي ما الناس ساعات تخاف منه ان هو احنا هنعيد اختراع العجلة برضه او نخترع حاجة جديدة، انت ساعات ممكن تاخد حاجة موجودة، وده اللي عملناه في طوبة هشرح لك بقى بدقة اكتر. انت خدت نظام موجود وبتبدأ تطور فيه بناء على معطيات سوق جديدة ومشاكل موجودة. فطوبة ده وكأنه بيمنت بلان، انت راجل عقاري مخضرم فهشرح لك ببساطة جدا. النهاردة اللي بيحصل في السوق التقليدي، المطور بيسعر العقار وبيسعره على أسعار النهاردة، تكلفة بناء النهاردة كام، ولو هبيعه النهاردة هبيعه بكام، ده بيبقى دي ألف به تسعير كده، لسه أول خطوة في خطوات التسعير. وبيبدأ بعد كده المطور يحمل
التسعير دوت باعباء اخرى اللي هي اعباء تمويليه بقى والانترست ريت بتاع البنك والحاجات دي كلها لحد ما يوصل اللي بنسميه النومينال برايس او السعر اللي فعلا بيتقال للعميل. من هذا المنطلق المشاكل كتير اللي في الحته دي جينا نقول للناس ايه، طب تعالى. ومن ناحيه العميل من اكتر البين بوينتس عند العميل ان هو بقى كمان السبع ثمان سنين دول بيسيب لك بيهم شيكات. مين؟ انا دايما بقول ملهاش دعوه بملاءتك الماليه على فكره، مين ضامن الكاش فلو بتاعه سبع ثمان سنين قدام؟ انا بقول لك مفيش حد، رجل اعمال، موظف صغير، مستثمر، اي حاجه، اي حاجه ممكن تحصل في سبع ثمان سنين قدام. فاحنا جينا نقول للعميل بقول لك ايه، ما تسيبش الشيكات، تعالى تعاقد على الوحده اللي انت عايزها، نقي الوحده اللي انت عايزها وتعاقد عليها. قسمنا الشقه لوحده قياس مجازيه اسمها طوب، عشان كده الفكره كلها اسمها طوبه. فبتيجي مثلا تاني برضو ان الشقه ديت شقه 120 متر في المشروع الفلاني في الدور الكذا، بتنقي شقه بعينها دي يا فندم 10000 طوبه، عشان تتعاقد عليها محتاج تشتري 1500 طوبه اللي هم 15% من عدد الطوب بسعر الكاش النهارده. فانت لاول مره كمان العميل بيرجع يسمع تاني اسعار الكاش مش اسعار النومينال. طيب دفعت ال 15% من عدد الطوب بسعر الكاش النهارده، انت كده تعاقدت على الوحده. بعد ما بتتعاقد على الوحده بال 15% من عدد الطوب من اول النقطه دي وانت طالع براحتك وبمعايير معينه، ففي عدد طوب معين في السنه لازم تستوفيه عشان تكمل في الوحده دي. السنه دي اعمل اللي انت عايزه، عايز تدفع كل يوم طوبه، عايز شهر تدفع وشهر لا، مزنوق بقولك في شهر 9 عشان المدارس ولا ايا كان، بتدفع قسط المدرسه امتى، وعايز تاجل شهرين، انت معاك سنه بيع فيها بقى شقتك، جالك البلك دوت، خلص اللي تقدر عليه دلوقتي، وساعتها ممكن تلاقي نفسك زقيت في سنه تانية قدام، لان في عدد طوب بقولك معين في كل سنه، فانت ممكن تيجي في سنه تدفع بزياده عن المينيمم، فتلاقي نفسك معاك براح في السنه اللي بعديها اكتر كمان، ممكن تلاقي نفسك خدت اجازه سنه بحالها، ولك مطلق الحريه في عدد السنين. فعايز بقى تخلص الطوب بتاعك في 3 سنين، في 4 سنين، في 6 اب تو 10. فاحنا بنيجي نقول للناس انت بقى، فساعات الناس تقول يعني الوحده بكام في الاخر، هتقف عليها بكام؟ اقول له بتاعتك اللي هيخلصها في 4 سنين، انت هتدفع ازاي؟ اللي هيخلصها في 4 سنين اثر على سعر الوحده في الاخر، صح. وكاني الناس بيقول يعني ممكن توصل لكام، فانا بقول لهم وكاني وقفت في التسعير عند الكاش برايس، وبقول لك العب بالباقي انت لوحدك. انت ابو تطبيق الفوائد بيكون ازاي؟ احنا عاملين معادله الاقساط دي بيكون عليها فوائد طبعا. احنا بقول لك مش الاقساط بقى، السعر الطوبه يعني، انت لو اشتريت بقول لك 1500 طوبه عند التعاقد دول بسعر الكاش، لو جيت تشتري الطوب تاني كمان شهر، كمان سنه، كمان 6 اشهر، بيبقى بسعر مختلف. السعر ده بيتغير بناء على ثلاث حاجات: مواد البناء، الانترست ريت، والاوبريشنال ريسك. التلات حاجات دول عاملين لهم معادله دقيقه جدا، بقالنا اكتر من 7 شهور شغالين عليها، عشان كده بقول احنا فاتحين دراعاتنا للسوق انه يستفيد بالدراسه المطوله اللي احنا عملناها للحته دي. فزي ما بقول لك اتس اونلي فير، انت شايل شويه ريسك في الطوب المتبقي ان ممكن يحصل تحريك في سعر مواد البناء والقصه دي كلها، بس في نفس الوقت زي ما وصفت في الاول لو الانترست ريت نزل كعميل، كعميل شايل جزء من ريسك عشان تحرك السعر. بالظبط، تركيزنا قوي مع طوبه ان احنا نثقف السوق عن اهميته، وانه بيعالج ايه اللي بيعالجه كمشاكل في السوق، عشان يبدا بعد كده يبقى منظومه وفكر جديد لاقتناء العقار. اللي كمان بقول لك في ابعاد، مش عايز ابقى قاعد بروج للموضوع، في ابعاد استثماريه مرعبه كمان، الناس اللي بيستثمر في العقار ازاي ممكن يستفيد بالنظام دوت. يعني اخر حاجه عايز اعرفها من حضرتك، سر تغيير الاسم لمدينه نصر. طبعا الموضوع ده طبعا انت تعرف وانا عارف، عشان كده بتسال السؤال، اللي حصل عليه لغط كتير جدا، في ناس كانت حصل عليه ضجه كبيره جدا، حصل ضجه كبيره جدا، وفي وتهاجمنا هجوم كبير جدا، بعتبر ان من اكثر القرارات الجريئه اللي اتخذت في الشركه. ما اضحكش عليك، انا قبل اتخاذ القرار بعد ما خدت الموافقات اللازمه من مجلس الاداره ومن الجمعيه ومن الجهات المعنيه، انا ما كنتش بنام. احنا كان دي مرحله جديده، يعني انا في المؤتمر الصحفي بتاع اطلاق الاسم الجديد قلت لهم احنا بنتكلم على شركه بقى لها 64 سنه، دي الصفحه الجديده بتاعه ال100 سنه الجايين، فكان لازم نخرج بره الارتباط بمنطقه سكنيه بعينها. كنا بدانا نعمل بعض الابحاث ونلاقي ان الناس معترضه ومش مش فاهمه ازاي هنقول مدينه نصر في الساحل مثلا، فكان لازم نخرج بره الارتباط بمنطقه سكنيه بعينها، وان كانت هتفضل محفوره في تاريخنا وفخورين بان احنا اللي بنينا هذا الحي اللي كان اسم الشركه مرتبطه بيه. الجزء اللي يمكن ضايق بعض الناس ظنت ساعتها ان مدينه مصر دي ان احنا بنقول ان مصر مدينه، طبعا ده بعيد تماما عن الصحه. احنا عملنا الهومورك بتاعنا باستفاضه نحويا وبلاغيا وصرفا وكل حاجه، يعني سريعا برضو مش عايز اقلبها درس نحو، يعني مصر اسم علم، اي حاجه تضاف اليه بالذات لو اسم نكره فهو اللي منسوب اليها. زي مثال بستخدمه كتير جدا، بقول من دواعي فخر الصين
ان في كل بلد في العالم في تشاينا تاون. هل ده معناه ان الصين بقت قريه او بقت تاون صغير؟ يعني بالعكس، ده من دواعي فخرهم، ودي من احد اهدافنا ان احنا في يوم من الايام نبقى في مدينة مصر في كل حتة في العالم، والناس بتروح تدوق فيها الأكل المصري وتشوف الثقافة المصرية وتتعلم عن مصر والمعمار بتاعنا والقصة دي كلها. فالحمد لله النهاردة بقولك الناس كلها ماشية رافعة راسها وهي بتقول أنا شغال في مدينة مصر، أو أنا تبع مدينة مصر، أو أنا مشتري في مدينة مصر. إحنا واخدين على عاتقنا هذه المسؤولية الوطنية، البيربس ستيتمنت بتاعتنا أو الرؤية بتاعتنا كلها بتتمحور حوالين إزاي نبقى عجلة مهمة وبتدفع في نمو الاقتصاد المصري، وكلمة مصر موجودة في كل حاجة احنا بنكتبها. ده إيمان منا وواجب علينا وفخر لينا. فبقول لك موضوع كبير أو موضوع تغيير الاسم، بس النتيجة النهائية الحمد لله إيجابية وفخورين بها. تشاهدون بعد قليل. سيادة الوزير، تقدر حضرتك تدلنا فكرة عن أهم النقط اللي تم طرحها؟ تم زي ما بيقولوا بلغة الطب تشريح الموضوع كله، وبنشوف إحنا في مصر إزاي نواكب الحركة الدولية المتزايدة في عملية شراء وحدات خارج الدول بتاعة المشتري نفسه. مفيش تصدير عقار من غير تسجيل عقار. إيه اللي مأخرنا في تسجيل العقارات؟ اللي مأخرنا الحقيقة تضارب التشريحات، فإحنا محتاجين نكون في جهة واحدة هي اللي بتتولى الولاية الوحيدة على أراضي الدولة كلها. تشاهدون الآن. سيادة الوزير، تقدر حضرتك تدلنا فكرة عن أهم النقط اللي تم طرحها؟ تم زي ما بيقولوا بلغة الطب تشريح الموضوع كله، وبنشوف إحنا في مصر إزاي نواكب الحركة الدولية المتزايدة في عملية شراء وحدات خارج الدول بتاعة المشتري نفسه. مفيش تصدير عقار من غير تسجيل عقار. إيه اللي مأخرنا في تسجيل العقارات؟ اللي مأخرنا الحقيقة تضارب التشريحات، فإحنا محتاجين نكون في جهة واحدة هي اللي بتتولى الولاية الوحيدة على أراضي الدولة كلها. السيد هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق هو واحد من المشاركين في جلسات Think Commercial. كلمنا عن ضرورة نقل التجارب العالمية اللي قدرت تحقق طفرة في الاستثمار الفندقي، وطالب بضرورة إقرار منظومة العقود الاسترشادية لدعم هذا النوع من الاستثمار. النهاردة مؤتمر عقاري، وحضرتك كنت وزير السياحة الأسبق ومشارك النهاردة في المؤتمر العقاري، إيه العلاقة؟ لا، ده في علاقة وثيقة دلوقتي، لأنه الجلسة اللي أنا كنت بتكلم فيها مع عدد من الزملاء كان بيتعلق بعلاقة العقار بالسياحة من خلال الوحدات الفندقية اللي بتشترى أو بتؤجر. ففي علاقة وثيقة ما بين هنا العقار أو المطور العقاري اللي بيبني وحدات، وبعدين بيتم التسويق بعد كده لسائح بيجي يشتري أو بيستغل الوحدة ديت. الوحدات الفندقية هو موضوع الجلسة التانية، تقدر حضرتك تدلنا فكرة عن أهم النقط اللي تم طرحها؟ هو تم زي ما بيقولوا بلغة الطب تشريح الموضوع كله، وبنشوف إحنا في مصر إزاي نواكب الحركة الدولية المتزايدة في عملية شراء وحدات خارج الدول بتاعة المشتري نفسه. تصدير العقار. فيعني اتكلموا على مثلا سوق زي إنجلترا، الإنجليز بيشتروا بوحدات بكثافة كل سنة بحوالي 10 مليار دولار في دولة زي إسبانيا. فليه مصر ما تقدرش تخش وتواكب؟ دبي نجحت في هذا، فإحنا بنشوف إيه العناصر اللي ممكن تساعدها. دبي وتركيا من أكبر المنافسين الموجودين في منطقتنا، لكن متفوقين علينا بمراحل. صحيح، ولذلك احنا ما ينقصناش حاجة إلا بعض العناصر، لو حطناها في المعادلة نقدر ننجح ان احنا نجتذب أعداد متزايدة من المشترين المرتقبين. مصر عندها كل الإمكانيات بالتأكيد، ويمكن أكتر من دول كتيرة تانية كتير ممكن تحاول تخش في المجال ده. طب سيادة الوزير، إيه اللي ناقصنا؟ ناقصنا ان احنا نجمع فورم ندعو كل الناس المهتمين بعملية العقار خارج دولهم زي في انجلترا، ندعوهم لمصر لسيمينار متخصص، ونطلع بتوصيات محددة نرفعها للجهات المعنية، على رأسها بصراحة العقود الاسترشادية لحماية كل الطرفين، البائع والمشتري. ده مش موجود لغاية دلوقتي، موجود في الدول التانية، مش موجود عندنا. يعني النهاردة اللي بيشتري النهاردة وحدة لازالت في طور البناء يضمن ازاي حقه في ان البناء ده هيكتمل
نكمل لان حصلت للاسف بعض الممارسات الخاطئه في الماضي، فاحنا عاوزين نتفادى ده في المستقبل. فالعقود ناحيه الحمايه القانونيه مطلوبه ان احنا نراجعها. عمليه التسويق الدولي الحديث عشان نقدر نكتسب اعداد متزايده، عمليه انه تحديد الاولويات فين المناطق اللي هتكتسب اعداد متزايده لمين. فإذا كنت أنا بستهدف مشتري عربي هيختلف عن الأوروبي، حتى داخل أوروبا نفسهم بيختلفوا يعني الإنجليز يهتموا بشرم الشيخ يمكن أكتر من مرسى علم، مرسى علم يهتموا بها الإيطاليين أكتر من الإنجليز وهكذا. هل في هيئات دولية تقدر تضمن حق الراجل اللي بيشتري في دولة غير دولته نقدر نعتمد عليها أو نتواصل معها بحيث أنها تشارك في المنظومة دي؟ موجود، بس أنا ما يعني اللي بتكلم عليه الأول الدولة نفسها تخاطب ديت بالحماية اللي هي بتقدمها للسائح المرتقب أو المشتري المرتقب في الحالة ديت. وبعدين آخر حاجة حابة أقولها إن إحنا نركز على وسيلة الوصول لمصر اللي تكون في متناول يد أكبر قطاع ممكن من المرتقبين دول. زيادة حركة الطيران لمصر هتزود الناس اللي تشتري، لأن هيبقى فيه زي في أوروبا إيزي جيت والشركات الطيران منخفض التكاليف، لما يزيد وصوله لمصر هيزود حركة البيع في هذا الإطار. تفعيل قانون التمويل العقاري وإقرار منظومة قوية لتسجيل العقار من أهم التوصيات اللي ناقشها المشاركين في جلسات Think Commercial لدعم الصناعة وجذب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب للسوق العقاري المصري، وده اللي عرفناه من السيد محمد سمير خبير التمويل العقاري والبنوك. أستاذ محمد، حضرتك واحد من أكبر خبراء التمويل العقاري في مصر، والنهاردة بتدير جلسة في منتهى الأهمية بتتكلم عن الوحدات الفندقية. ممكن حضرتك تدلنا فكرة عن أهم المحاور اللي ناقشتها الجلسة التانية؟ الربط ان ده منتج عقاري موجود في السوق واخذ في النمو مع المشروعات العقاريه اللي بيتم طرحها في العاصمه الاداريه ومدن المجتمعات العمرانيه الجديده. والحقيقه من خلال ادارتي للجلسه الثانيه في Think Commercial بتنظيم شركه ميديا ايفينيو طبعا وجريده البورصه، اكتشفنا ان احنا بنتكلم على محور مهم جدا بيهم قطاع كبير من المطورين العقاريين، ولكن للاسف ما فيش ضوابط تشريعيه او تنظيميه تنظمه. احنا بعد المناقشات المثمره من كل الخبراء اللي كانوا متواجدين معانا في الجلسة التانية واللي أنا تشرفت بإدارة الحوار فيها، طلعنا بتوصيات إن إحنا ما عندناش النهاردة الجهة اللي تقدر تبقى هي اللي بتحط الضوابط دي، سواء كان وزارة إسكان أو وزارة سياحة، لأنه المنتج مقسم ما بين الوزارتين دول المعنيين بالأمر الخاص بإنتاج وحدات فندقية أو شقق فندقية. ممكن تشرح لنا أكتر إزاي الفصل ده يتم ما بين وزارة الإسكان ووزارة السياحة؟ عشان يتم الفصل في البداية يجب ان احنا نحدد المنتج ده، هل هو منتج عقاري ام منتج عقاري سياحي؟ لان لو احنا قلنا منتج عقاري اعتقد من يعني عنوانه هو يتبع وزارة الاسكان، فيجب ان يتم وضع ضوابط ليه خاصة بمساحات او الشروط الخاصة بانتاج وحدات فندقية داخل المشروعات العقارية. لو منتج عقاري سياحي يبقى احنا بنروح لوزارة الاسكان ونعرف برضو منها الضوابط المطلوبة، هل النهاردة الوحدة دي لازم يكون فيها اشتراطات معينة مرتبطة بالجانب الفندقي بالجانب الخدمي بالمساحة بالتصميم الهندسي والمعماري، نسبة الوحدات دي لكل مشروع سياحي او عقاري تبقى قد ايه. فطبعا اللي احنا خرجنا منه ان احنا ما زلنا حتى هذه اللحظة ما عندناش جهة نقدر نتوجه ليها باستثناء تجربة وزارة الاسكان، ويمكن دي تحت نطاق سلطتها في مدن المجتمعات العمرانية الجديدة بطرح اراضي ترخيص اسكان فندقي، وده المصطلح الجديد اللي تم دلوقتي هو التعامل عليه مؤخرا لإنتاج أو إنشاء وحدات فندقية. الوحدات الفندقية منتج انتشر بشكل كبير جدا في كتير من دول العالم ومحقق نجاحات هيلة، وخصوصا في الجزء الخاص بتصدير العقار. احنا النهاردة موقفنا فين ما بين الدول دي؟ طيب خليني أذكر لك بعض الأرقام كده مؤخرا، إن حجم سوق الإيجارات للوحدات الفندقية في العالم تجاوز في عام 2020 22 مليار دولار، والمخطط إنه يوصل ل 111 مليار دولار بنهاية عام 2030. إحنا النهاردة الحقيقة المنتج ظهر عندنا ولكن ملناش أي تأثير أو أي إنبوت في الأرقام اللي إحنا بنتكلم فيها، بالرغم من الطلب المتنامي والمتزايد على هذا النوع من الوحدات الفندقية. معقولة رقم ال 22 مليار دولار ما عندناش فيهم ولو نسبة قليلة؟
طبعا مش نسبه قليله، هي نسبه تكاد تكون ضئيله. فلو استخدمنا مصطلح ضئيله يبقى ما عندناش نسبه نقدر نحددها، لكن نقدر نقول في المستقبل ده النهارده هيبقى عندنا مشاركه في الارقام دي. لانه زي ما احنا ذكرنا ان احنا محتاجين الاول جهه هي اللي تنظم سوق الوحدات الفندقيه ويتم الفصل بينها بين الوحدات الفندقيه اللي بيتم ادارتها من خلال ثلاث اطراف، سواء عميل بيشتري الوحده دي وفي مطور عقاري بيوفر له الوحده دي بمواصفات معينه، وفي شركه اداره هي اللي مسؤول عن اداره الوحده الفندقيه دي، سواء كانت علامه فندقيه عالميه او شركه اداره تتولى النهارده اداره الوحده الفندقيه. فعشان كده احنا لازم الاول نحط ضوابط للتوضيح والفرق بين الوحدات الفندقيه والشقق الفندقيه. النقطه الثانيه، هيقابلنا نفس المشكله اللي بتقابلنا في سوق الاستثمار العقاري، وهي مشكله الملكيه او التسجيل العقاري. عشان المستثمر يجي يرغب النهارده في الحصول على وحده فندقيه لازم يكون عارف ايه الحقوق والالتزامات اللي بتكفله ان يتعامل على الوحده دي، سواء النهارده ان يأجرها لمده زمنيه معينه او يستمتع بيها في فتره زمنيه معينه خلال السنه، او العائد اللي هيتم النهارده ان هي تدر عليه هيقدر النهارده يستثمره ازاي، هيخش في حسابه ازاي. لكن احنا ما زلنا بنفتقد لفكره الملكيه العقاريه اللي موجوده في السوق العقاري بوجه عام في مصر. ما فيش تصدير عقار من غير تسجيل عقار، رقم واحد. ايه اللي مأخرنا في تسجيل العقارات؟ رقم واحد تسجيل عقار زي ما احنا قلنا، وهو ده هيفتح سوق تصدير عقار ووحدات فندقيه واستثمار عقاري في مصر. اللي مأخرنا الحقيقه تضارب التشريعات، يعني ده رقم واحد. ورقم اتنين، احنا عندنا عده جهات بتتولى الولايه على الاراضي في مصر، وعندنا نظم ملكيه مختلفه. هنتكلم على محافظات ومدن، فاحنا بنتكلم عن نظام شهر عقاري يتبع مصلحه الشهر العقاري التابعه لوزاره العدل. هنتكلم على هيئه مجتمعات عمرانيه جديده وهيئه تنميه سياحيه واراضي ساحليه، يبقى بنروح لوزاره اسكان وهيئه مجتمعات عمرانيه. فاحنا محتاجين تكون في جهه واحده هي اللي بتتولى الولايه الوحيده على اراضي الدوله كلها. العوائد اللي هتكون على مصر بعد ما ننجح في موضوع تسجيل العقار مش بس في تصدير المنتجات العقاريه، لا، ما هو المنتجات العقاريه اللي هتتصدر هيجي يسكنها اجانب كتير، فبالتالي هيبقى في عوائد كبيره من السياحه. اتفق معك جدا، زي ما ذكرنا جوه في الجلسه انه الناتج منه او المتحصلات منه هي وقتيه بتخش على طول خزانه الدوله. فلو احنا فعلا نجحنا في حل مشكله الملكيه العقاريه، ودي المفتاح زي ما بيقول المفتاح الذهبي لفكره النهارده تصدير العقار والوحدات الفندقيه، اعتقد ان هيبقى عندنا مردود النهارده في كمان العائد من العمله الصعبه يفوق اي تصور احنا ممكن كنا نتكلم منه من اي قطاع تاني. هل اقترحتوا حلول؟ اقترحنا حلول واقترحنا توصيات، اولها زي ما بقول لك وجود هيئه مستقله هي اللي تتابع منظومه الملكيه العقاريه ويدخل تحت مظلتها الوحدات الفندقيه والشقق الفندقيه، حل مشكله الملكيه العقاريه، تغيير نمط تشطيب الوحدات العقاريه ونقل السوق العقاري المصري بالكامل من سوق نص تشطيب الى سوق تشطيب متكامل بمواصفات معتمده، عشان المستثمر الاجنبي ما بيتعاملش مع فكره النهارده المحاره والطوب الاحمر والحوائط اللي فيها علب كهرباء والاسلاك والقصص، مش هيفهم ده خالص. وهي دي المشكله الرئيسيه اللي ما زلنا احنا النهارده زي ما بنقول بنناقش فكره العقاريه وتصدير، وفي حين ان احنا بنفتقد الاساسيات اللي نطلع بيها المنتج ده عشان نستقطب العميل اللي يتناسب مع الوحده دي. استمرار الأزمة العالمية باختصار لازم يقابله تحديث مستمر لخطة تطوير صناعة العقار في مصر، سواء كانت في إجراءات قوية من الحكومة لتخفيف أثار الأزمة أو أفكار مبتكرة بينفذها المطورين خارج الصندوق لزيادة معدلات البيع، لأننا بنتكلم عن سوق غني بالفرص ورغم الأزمات بينمو وفاتح أبوابه للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.